إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة موجامنيون. رحب بكم أصدقائنا على قناتنا، واليوم راح نبدأ نتكلم عن لعبة جديدة اسمها لوكي فيشر، أتوقع كذا اسمها. المهم اللي خلاني أتكلم عن هاي اللعبة صراحة هي بعيدة عن موضوع قناتنا تقريبا، لكن هي أيضا لعبة، فلذلك خلاص قلنا نتكلم عنها. كثير من الأسئلة جتني يسألوني إذا أكو لعبة يقدرون يربحون من عدها بطاقات جوجل بلاي، او يربحون من عدها يعني ربح مادي. طبعا لذلك صراحة عملت جولة ابحث عن هذا الموضوع في الانترنت، فلقيت هذه اللعبة صراحة كثير كثير لقيت عليها ناس يمدحون بها ويقولون هذه لعبة وكذا وكبرون براسها، وقلت خلاص ادخل واشوف يا ترى الربح صحيح ولا مجرد كلام كذا. ولقيت كثير من اليوتيوبر يمدحون باللعبة، فقلت خلاص ادخل اجربها. المشكلة الصراحة كل الفيديوهات اللي شفتها عن اليوتيوبر قاعد يتكلمون عن اللعبة يقول لك هذه اول مرة اجرب اللعبة. طيب كيف انت تنشر على قناتك المحترمة لعبة انت اصلا ما مجربها؟ يعني وين الاحترام للمتابع؟ المتابع يريد مصداقية بالشيء اللي انت تنشره، بما انهم يحبوك فخلاص يقولون مدام انه هو نشره فراح يكون صحيح المفروض. فخلاص احنا ما علينا، خلينا ندخل ونشوف اللعبة صراحة. مثل ما تشوفون امامكم وصلت الى 58 دولار تقريبا، صار لي 3 ايام العب باللعبة. فمثل ما تشوفون وصلنا 53 دولار بطاقة مال جوجل بلاي، وايضا يعني عندنا جواهر كثيرة. الجواهر باللعبة تقدر تربح من عدها ايضا، يعني تبدل الجواهر اللي جمعتها بدولارات مثل ما تشوف هنا سوق امازون، وتقدر تربح ايضا بطاقات جوجل بلاي مثل ما تشوفون امامكم. واللعبة سهلة جدا يعني اكثر مما تتخيل. فمثلا مثل هنا خلينا نجرب حظنا، راح يشمر صاحبنا السنارة وننتظر. مثل ما تشوفون هنا اكو سمك ملون، والسمك هذا السمك الملون هياته مثل ما تشوفوه، واكو السمك الذهبي والسمك العادي. طبعا الفرق بين السمك الذهبي والسمك العادي هو ماكو فرق كثير، مجرد انه الذهبي يعطيك اكثر فلوس، بينما الملون يعطيك الجواهر. مثل ما قلنا الجواهر تقدر تشتري بيها الاشياء مثل ما تشوفون هنا. طبعا بينما ايضا راح تقدر من تشمر هذه السنارة ايضا احيانا تلاقي صندوق مال ذهب. اذا حصلت الصندوق مال الذهب راح تاخذ مكانه دائما دائما، يعطيك فلوس، يعطيك فلوس مال بطاقات، يعني الصندوق دائما ببطاقات مال جوجل بلاي. فتبقى تجمع لان توصل، طبعا هسه ما تقدر تسحب، لازم توصلها 100 دولار، فلازم توصل الى 100 دولار لاجل انه تربح. طيب اكو طريقة ثانية تقدر تربح ايضا، هذه تشوف فيديو وايضا راح تربح من عدا فلوس. طبعا ما عدا انه كل ما تاخذ صندوق لازم تشوف فيديو لاجل انه تاخذ البطاقة اللي هو بيه موجودة بيه. طيب راح نتكلم عن هذه اللعبة لان الصراحة انتشرت كثير كثير، واللي نزلوها تقريبا 500,000 شخص نزل هاي اللعبة. فاول ما تبدأ باللعبة راح يعطيك 3 بطايق، اذا كسبتهن راح يعطيك اياها مجانية بدون ما تشوف اي فيديو ولا شيء، تقدر تاخذها قبال كذا. وايضا راح يعطيك اياها بمقدار تقريبا هذني 2.5 دولار كذا يعطيك، او 3 دولارات يعطيك مرة واحدة. فانت اول ما تشوف هذا الشيء تتحمس على اللعبة وخلاص خلي اواصل مدام كذا الارباح قوية، فتبدي تواصل باللعب. طبعا بعدين ورا ما تعبر الـ50، طبعا وراها بعدين يبدي البطاقة ما يصير تاخذها الا تشوف فيديو كذا القانون، لانه هو اصلا كيف راح يربح؟ راح يربح من الاعلانات، بعدين راح يعطيك الربح مالك اللي راح يطلع. فانت تقوم تشوف عادين اعلانات، كل ما تاخذ بطاقة تشوف اعلان لاجل انه تحصل البطاقة اللي ينطوك اياها.
ورا ما توصل 50 دولار بالضبط، يعني من توصل 50 هسه فتت 50 دولار، بعد تحلم تحصل دولار كامل، يعني كلها اقل من دولار، يعني تحصل مثلا 90 سنت 60 سنت 50 سنت كذا، يعني الى ان توصل 60 دولار. جماعة التاسع حاليا عندك 60 دولار، خلاص يبدأ يحسب لك اقل من نص دولار. تقوم البطاقة من تاخذها اقل من نص دولار، يجوز يطلع لك 10 سنت 15 سنت، وهكذا يبدأ المطور يسحب بنفسه، يعني قاعد يقول لك يعني انا راح اسحب عليك بالنهاية، يعني بمعنى كذا، يعني انت شايف السيارة من تمشي بها سريع على السريع ويخلص البنزين ماله تقوم تعتحت لك، يعني يبدأ هو يمثل هذه التمثيلية. ايضا طبعا هنا عندك اول فيديو تشوفه باللعبة، يعني هسه انت نزلت اللعبة دخلت هنا تسوي سبين، اكيد راح يطلع لك 2 دولار، يعني هاي يعني لازم راح يطلع لك 2 دولار طبعا. وبعدها بعدين وراها من تقوم تسوي سبين بعد ما تحصل دولارات لا تحاول، يعني مجرد جواهر تاخذ. طيب بعدين ورا هذه العملية من توصل 90 إلى 92، يعني هاي 90 92، طبعا أحيانا يقوم ينطيك مثلا 2 سنت كذا، 2 سنت يجوز ينطيك أقل من 2 سنت، يعني يلعب نفسك. المهم فبعدين إلى أن توصل 92 90 خلاص يسحب عليك، وبعد ما تطلع لك أي صندوق، يعني اللعبة مبرمجة إنه للجميع راح تمشي نفس الشيء. طبعا ليش قلت أنا مبرمجة؟ لان هسه لو تجي تنصب، هاي عندك موبايلين تجي تنصبها، تجي تلعب هنا السبين هذه الفرارة، من تجي تلعب اول فرار راح تحصل 2 دولار، لو تروح تنصبها على موبايل ثاني ترجع تلعب بها هذه السبين راح ينطيك 2 دولار، يعني بمعنى انه الجميع راح يمشون بنفس المسيرة اللي صمم لهم اياه المبرمج للعبة. طيب طبعا راح اقول لكم حاليا ليش هذا البرنامج مصح. لو تجي على سوق بلاي تكتب هنا لوكي فيشينج، طبعا راح تدخل على التطبيق، على التطبيق نفسه راح تيجي تلقى هنا، طبعا مثل ما قلت لكم ما شاء الله نزلوها حاليا، طبعا حاليا نزلوها 1,000,000 شخص نزل هذا التطبيق. لو تيجي على التقييمات تلقى التقييمات 4.6/10، بمعنى انه انت مجرد تيجي تشوف 4.6/10 تقول خلاص هذا حقيقي، هذا التطبيق مو غش. طيب لو تجي هنا الاراء، طبعا كل الالعاب بها راي ايجابي وراي نقدي، لو تجي هنا تقرا الاراء النقديه، وهذا اللي اوصي الجميع انه تجي تقرا الاراء النقديه لا تروح على الايجابيه. الايجابيه هذه يعني ناس كذا فاشلين، اما فاشلين او يعني قليل ما يكون صحيح، يعني اغلبهم من اول تجربه ثاني تجربه يجي يكتب تعليق ايجابي. طيب لو تجي تقرا هنا التعليقات النقديه يقول لك من توصل 90 دولار بعد ما يعطيك ولا صندوق. طبعا انا لعبتها قبل وصلت، يعني لعبتها 60 دولار وبعد خلاص بدت تقل جدا البطاقه. مثل ما تشوف هنا تطبيق نصاب يخليك توصل 70 دولار بعدين ما يعطيك اعلانات لاخذ المال. وايضا هنا مثل ما تجي تقرا 90 دولار تختفي الصناديق، التطبيق ذا نصاب بس عشان تشوف اعلانات وهو يربح وانت لا. طيب هذه الاراء النقديه. من الاراء النقديه ايضا اللي اريد اقول لكم عليها، وكيف تعرف انه هذا التطبيق حقيقي ولا كذب. التطبيق اولا ما معروف من اللي يقف خلفه، يعني يا شركه داعمه لهذا التطبيق، ماكو اي شركه. بس الشيء الوحيد اللي تقدر تشوفه عن هذا التطبيق هو انه حاطط لك البريد الالكتروني، ولو تلاحظ انه البريد الالكتروني هو بريد خيالي. البريد الالكتروني هو fish123456، طبعا ماكو كذا بريد الكتروني اطلاقا، هو البريد الالكتروني اما ياهو او جيميل او من هذين المواقع المعروفة. اذا هذا يعني هو اصلا ما حاطط الحساب ماله الحقيقي، ليش؟ لاجل انه يسحب نفسه من المسؤولية. طبعا هناك باوروبا
إذا حط هو البريد الإلكتروني وجت الشكاوى عليه، راح تقدر الحكومة تمسكه وتقاضي المحكمة لاستخدام الغش. لذلك هو ساحب نفسه وحاطط لك كذا بريد أصلا ما موجود على الكرة الأرضية. طيب، فلذلك هذه سبب من أسباب أنه هذا مو حقيقي. السبب الآخر واللي أنصح الجميع أنه ما يصدق بهذن البرامج، أنه هذه البرامج جميعها، جميع البرامج حتى هاي اللعبة السخيفة، يقدر المهكر أنه يخترقها. ولو تجي تكتب باليوتيوبر تهكير لعبة لوكي فيشينج، راح تشوف أنه هناك برامج تم تهكير هذه اللعبة بيها، وبدأ بالرمية واحدة يحصل مثلا 500 جوهرة او 300 جوهرة. فلذلك ما معقول انه صاحب التطبيق راح يخليه حقيقي هذا الشيء، لان يدري انه المهكرين راح يكونون هم اكثر المستفيدين، وبالعكس راح تنقلب عليه الشغلة، بدل ما هو يربح يقوم هو يخسر. فلذلك من المستحيل انه يحط الربح حقيقي داخل اللعبة. لكن الصراحة عتبي على هذا المهكر اللي هكر اللعبة، رغم انه هكر اللعبة وقام يقدر يعني خلال 3 ايام يمكن يقدر يعرف مصداقية البرنامج هل هو حقيقي او كذب، لكن مع ذلك هو استكثرها على المتابعين وما جرب، بس مرتين كذا وغلق البرنامج ومشى، وخلى الناس تنزله وتتعب بعد وراه، تتعب لاجل انه تشوف هل هو حقيقي او لا. يا اخي انت هكرته، شوف هل هو مصداقية. يعني ماكو اي احترام للمتابع، اي احترام للمشاهد ماكو من قبل بعض اليوتيوبر مع الاسف. طبعا لازم تقولوا ليش انت لعد مدام انت تعرف هذه كلها الاشياء، يعني ليش انت وصلت الى 58 مثلا دولار؟ صراحة انا وصلت هذا المستوى لاجل انه ما اظلم التطبيق، لاجل ما اقول انه هذا اذا انه هذا التطبيق كذب وبعدين يطلع صعب. فلذلك قضيت تقريبا يومين او 3 ايام وحصلت 58 دولار، لكن بعدها عرفت انه الكلام اللي قاعد يتكلمون النقدي، يعني الكلام النقدي الموجود باليوتيوبر هو كلام واقع. يعني لو تجي هنا على الكلام النقدي راح تلاقي حقيقي، يعني نفس اللي انا مريت به بتجربتي للعبة. هذا اللي كان عندنا اليوم، اتمنى يكون الفيديو قد نال اعجابكم، واي اسئلة واستفسارات اتمنى تكتبوها اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.